بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كمان في نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمنيا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وكان يعني كلمينا عن الطقس من امبارح، درجات الحرارة يعني حاسين أن في هواء جديد ودرجات الحرارة بتقل، وإحنا خلاص خلصنا فصل الشتاء يعني وداخلين على الربيع، خلاص إحنا في الربيع، فانخفاض يعني مبالغ فيه ولا ده طبيعي في الوقت ده؟ لا، هو ده يعتبر طبيعي في الوقت ده، لان الفتره دي من الربيع بتكون فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، خاصه في درجات الحراره. درجات الحراره بتنخفض وبترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد وفي الاسبوع الواحد، وده اللي بنشهده خلال هذه الايام، لان احنا من امس شهدنا انخفاض في درجات الحراره، وده اللي متوقع يكمل معانا ال 48 ساعه القادمه ان شاء الله، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا مصادر كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي بيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. كمان في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه في اغلب محافظات الجمهوريه. دايما نشاط الرياح بيخلينا نحس اكتر بانخفاض في درجات الحراره وبروده الطقس اكتر من القيم اللي احنا دايما بنتوقعها. فاليوم الخميس في انخفاض اخر في درجات الحراره عن امس. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه، اليوم متوقع العظمى فتره النهار تكون 21 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء المائله للدفء الرباعيه على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، جنوب سيناء، المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، درجات الحراره فيها تنخفض لاقل من 20 درجه مئويه، فالاجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه، مائله للحراره على جنوب الصعيد ده خلال فتره النهار مع وجود بعض اشعه الشمس، لكن فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مع وجود نشاط رياح بنحس اكثر بانخفاض درجات الحراره، خاصه كمان ان الكتل الهوائيه منخفضه في نسب الرطوبه، فبالتالي بنحس اكثر بالاجواء البارده في اغلب محافظات الجمهوريه. كمان نشاط رياح اليوم على البحر المتوسط والبحر الاحمر سرعاته بتتجاوز 70 كيلو متر على الساعه، فهيؤدي باضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه تقريبا 4 متر ارتفاع الموج في البحرين الاحمر والمتوسط. بالضبط، بيتجاوز 4 متر في البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويعتبروا البحرين مع خليج السويس كمان غير مؤهلين تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه. كمان اليوم متوقع ان شاء الله يكون في فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبنحسها في اماكن والاماكن الاخرى لا. الاجواء بصفه عامه اجواء ربيعيه اشبه للاجواء الشتويه بالفعل، وده اللي متوقع يكمل معانا ان شاء الله غدا الجمعه، لكن هيحصل نوعا ما اعتدال في سرعات الرياح، هبدا احس باستقرار اكتر. متوقع ان شاء الله مع مطلع الاسبوع القادم نبدا نشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، لان هياثر علينا كتل هوائيه من مناطق صحراويه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فنبدا نحس بعض الشيء بالاجواء اللي فيها ارتفاع في درجات الحراره تبلغ ذروتها منتصف الاسبوع، ونحس اكثر بالاجواء الحاره. هل احنا معرضين خلال شهر رمضان انخفاضات اكثر في درجات الحراره ونتعرض لمنخفضات جويه ممكن تنزل درجات الحراره بالشكل ده مره ثانيه؟ وارد جدا طبعا، لان لسه احنا النص الاول من الربيع بيكون لسه مع شهر رمضان لحد شهر 5 ان شاء الله، احنا معرضين لموجات الارتفاع والانخفاض في درجات الحراره اقل من المعدلات او اعلى من المعدلات، فوارد مره اخرى درجات الحراره تنخفض، وارد مره اخرى يحصل حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. عشان كده احنا بنقول الفتره دي مهم جدا يوميا نتابع النشره الجويه، لان احنا بالفعل حاسين بالتقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، حالات عدم الاستقرار. مهم كمان ناخد بالنا وبننصح وبننوه بلاش تخفيف الملابس بشكل كبير فترات الليل، حتى لو خففنا بالنهار فترات الليل لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه، بلاش الملابس الصيفيه دلوقتي خالص،
فترات السحور بقدر الامكان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم كمان فتره النهار قدر الامكان نبتعد عن اشعه الشمس ونتجنب اشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا واحنا صايمين بارتفاع درجه الحراره. طيب بما ان حضرتك بتقدم لنا بعض النصايح دلوقتي، عايزين نطمن، هل الرياح اللي احنا بنتعرض لها خلال النهارده او بكره محمله بالرمال والاتربه ممكن تاثر على المواطنين، الناس اللي عندها جيوب انفيه او حساسيه؟ لا، هو الحمد لله الكتل اللي بتاثر علينا الكتل الهوائيه الشماليه قادمه من على البحر المتوسط، فان شاء الله مش هيكون معاها اي اتربه ورمال مصارع على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه. ممكن بعض المناطق من المناطق الجنوبيه يعني مجرى الملاحي او بعض المناطق من ابو سمبل في الصحراء كمان، فما فيش اي تاثير على اي مواطن ان شاء الله باي اتربه ورمال مصارع، فقط هتؤدي لاحساسنا بانخفاض درجات الحراره وطبعا اضطراب الملاحه البحريه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 11، العاصمه الاداريه 21-11، اسكندريه 18-12، العالمين الجديده 19-12، مطروح 19-13، دمياط 19-13، بورسعيد 19-12، اسماعيليه 22-13. السويس العظمى فيها 21 والصغرى 12، العريش 20-11، كاترين 18-7، طابة 20-13، حلايب 24-17، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 24-15. الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 11، بني سويف 21-12، الوادي الجديد 25-10، أسيوط 22-11، سوهاج 23-13، قنا 27-13، الأقصر 26-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. خلصنا فقرتنا ونرجع مرة تانية لزميلتي منى نكمل معاها باقي فقرتنا. شكرا ليكي يا رامي.